تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى أسلحة وساحة معارك، ولا سيما في العقد الأخير مع الازدياد الهائل في عدد مستخدمي هذه الوسائل. رؤساء دول أصبحوا يعلنون بيانات عسكرية عبر هذه الوسائل، وخصوصاً دونالد ترامب الذي استخدم تويتر لإطلاق تهديدات عسكرية، وأيضاً عبر هذا الموقع أعلن إصابته بفيروس كورونا. قد ينجح قراصنة في اختراق حساب ترامب وينشرون منه إعلاناً عن عمل عسكري ضد دول أخرى، وقبل أن يتوضح الخرق قد يأتي رد من هذه الدولة أو تلك. هذا السيناريو هو أحد وجوه الاستخدام العسكري للسوشيال ميديا. أيضاً تنظيمات إرهابية استخدمت المواقع للتجنيد من أجل تنفيذ عمليات أو لبث جرائمها عبر الإنترنت، مثل ما فعل داعش واليمني المتطرف في نيوزيلندا. عدوى الخوف بين الجماهير هي أبرز وجوه استخدامات السوشيال ميديا في الحروب، حيث تسهم هذه الوسائل في نشر الرعب بسرعة كبيرة بين الناس، بحسب ما يخلص إليه الكاتبان بيتر سينجر وأنتون بروكينج في كتاب تسليق السوشيال ميديا وحرب اللايك أو الإعجاب. سرعة التطور في عالم السوشيال ميديا وكمية البيانات المتوافرة عن الأفراد تجعل من وسائل التواصل سلاحاً وساحة حرب في الوقت نفسه، وستكون أبرز معارك حروب الجيل الخامس.